وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون هذه النحلات هنا تقوم برفرفة أجنحتها مثل المروحة. كما نعلم أن درجة الحرارة الآن تقريبا 15 درجة مئوية، يعني الجو بارد، ولكن النحل يقوم برفرفة أجنحته أمام باب الخلية كما تشاهدون. هناك من يقول لي بأن هذه الظاهرة وهو أن النحل يقوم بتبريد الخلية، يعني يقوم النحل برفرفة أجنحته بهذه الطريقة، أن الخلية من الداخل فيها درجة حرارة مرتفعة فالنحل يقوم بإخراج هذه الدرجة الحرارة. لكن إخواني الكرام، الجو كما قلت لكم بارد، ولكن هذه الطريقة هي أصلا يعني النحل يقوم بها لإخراج الهواء وإدخال هواء آخر، يعني الخلية من الداخل في فصل الشتاء تكون باردة والجو يكون دافئ من الخارج، فهنا النحل يقوم بإخراج الهواء البارد وإدخال الهواء الساخن، وفي الصيف يقوم بإدخال الهواء البارد وإخراج الهواء الساخن. وأيضا بهذه الطريقة هنا نستنتج بأن النحل في نشاط داخل الخلية، يعني عندما تجد النحل يقوم بهذه الحركة أمام باب الخلية فأعلم هنا بأن النحل يقوم بأعمال داخل الخلية، منها تنظيف أرضية الخلية، تجفيف أرضية الخلية، تنظيف الإطارات، تنظيف الخلية من الداخل، وأيضا الملكة تضع البيض إلى غير ذلك من الأعمال داخل الخلية. فهذا الأمر إخواني الكرام إذا شاهدتم بأن النحل يقوم برفرفة أجنحته أمام باب الخلية فلا داعي للخوف. هناك من يقول لي بأنها تريد أن تطرد، لا إخواني الكرام، التطريد تجد النحلة تقوم برفرفة أجنحتها ولكن رأسها يكون متجه خارج الخلية وبطنها متجه إلى داخل الخلية، عكس هذه الظاهرة تماما. فهذه الظاهرة بأن النحلة رأسها متجه إلى داخل الخلية وبطنها متجه خارج الخلية، لكن التطريد يكون عكس هذه الظاهرة، يكون بطنها إلى داخل ورأسها إلى الخارج، وأيضا تجد النحل متراصف مع بعضهم البعض كأنه يريد الرحيل، تجد أنه كأنها طائرات تريد أن تقلع من المطار. هذا ما في الأمر إخواني الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.